يندرج تطوير الفلاحة البيولوجية بتونس في إطار السياسة التنموية الشاملة باعتبارها من القطاعات الإنتاجية الواعدة على مستوى التصدير واقتحام الأسواق الجديدة، وكذلك باعتبار مساهمتها في المحافظة على صحة الإنسان وعلى الموارد الطبيعية وضمان ديمومتها. ويرتكز نمط الفلاحة البيولوجية على حسن استغلال الموارد الطبيعية والمحافظة على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي، استعمال مستلزمات محلية ملائمة ومتجددة، عدم استعمال المواد الكيميائية المصنعة والكائنات المحورة جينيا وكل المدخلات التي تغير النمو الطبيعي. تخضع الفلاحة البيولوجية إلى كراسات شروط خاصة بالإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني وكل ما يهم عمليات الحفظ والتحويل والتعليب، كما تخضع كذلك إلى عملية المراقبة والتصديق من قبل هياكل مختصة ومرخص لها من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. ولمزيد من الإرشاد يمكن الدخول على موقع ويب المركز الفني للفلاحة البيولوجية www.ktab.net.tn.